أعزاء قناة ليمان تي في مني مثل جم القروم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهارا أنت قدجنا ريبورتاج زيما مولساين شتات كونيكشتاين يوجن تقريبا يعني فرانكفورت 5-6 كيلومتر مشناو ثارية ماشي توارم ذي تاتيد أمانة قين مشناو ألماس يعني بالنسبة للشيني المغربيين مشناو ألماس مينيغال فاسا أمانة نفعن على حسب المعلومات إغانق نفعن واللي غاد جا المشكل موزر نقصنا ينقصس وزر ايضا امانة صبحا يعني بالنسبه الريبورتاجات توغن قد قمارين يعدون توغن قارس دي تراوين اتسوم يعني خير ريترو ني ريترو زيد ماكسيمو لكن دي ترايا اتسود مش حماد خصد وغادي نبو اج المشكل بالنسبه انه من قسن وزر وجي ثريا غي دوين تاتيد دقم شما معمول ساين في جزراخ شفالباخ 2 كيلومتر اقدا 2 تراوين زيتينا ماشي تورم دي فيديو وزي جيت نغني ماشي تورم رخو دقم شاما دين تاتيد ماشي دين قواخيضان ام شاما يساقاريتي سينين زقوامي قانس فاغا كنايب توغي جن وقت ماشي قال معلوماتي غانر واتوغي بوي زبيبن ساقانتي قوان دي السيدان يجو داس ودي يجو داس نشت قوان شوي شوي ام شاما يعني خميدة فغد خاتشيد اقيدان دي سماظن ادفغد اتوجد ذي الربيع باش غاكيري زين زور ني تشي اكشن حشت مخفت كواد الدور عاود غوامان اتوجد خيزره باش تشي يعني غيضان زين زور نسن ماشي خدمن سكواد خشن حشت اتسد مادو الزار مدا الربيع يعني ولا كيفرني غاسيري ابنادم ويا مانا نفعن وني غاجا كغايزلاوف الدورة الدموية أو يور أو ذي نقان الأربعة وني غاجا كغنف نقاس الشين في أمو ثوشنت تنفع إزورا تسارح ديس إزورا يعني أصلا أنه من قسم مثلا تيري غاس ثوشنت ينقصس ماغنيزيوم ماغنيزيوم تيري ردي البنان بالنسبة للفيتامين باش ثمش أنت التس إنه ذاني ديتس أكثر غاوشي مع الأسف نلقى تيمبو ديس شوي تيمبو واجبو خردين لكن وني غاجا مثلا مشكل الدورة الدموية أو نور أو الناس مثلا غاس المشكل نقام في النير يزوران باش نسارح لي زوران أو المشكل ونمنو من قسن أيزن ذو دم شاما بودي غاد غاسيس باش ناو سيناتين إذي قوانا مخيضا نقا إذي ساقا يعني فاغا كنايب سينين زقوا ميتو غاد وقت يعني واجين شي ضبيبن ذينا ذينا سن إذي ساقا باش إذي سيعالج بنادم أقاين داد قولي ما نقطس يعني واجي مشا نتا مامول ساين مثلا قد يبطنا وهايم ذا يتسي مشام مريا يوري خاصنا بنادم ذي الشيخ جوجل ادي ساق المعلومات ما اكثر اعزائي قناه ليمان تي في حاول سجع سلايك ادلاني ما نكتا ليمان تي في مع مولسهاين نوح كونيكشتاين استدعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.